القارئ الشيخ عبد الله سليمان شلبي يتلو علينا ما يتيسر من اي ذكر الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن درجات عند ربهم
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ
إحدى الطائفتين أم ما لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما جعله الله إلا بشرى
إذ يوحي ربك إلى الأرض
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. صدق الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا ايها السادة استمعتم الى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله سليمان شلبي، واختتمنا بها احتفال إذاعة جمهورية مصر العربية
بذكرى غزوة بدر الكبرى. ايها السادة كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.